السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انا عايز اظبط شكل التاريخ هنا، فبروح الكونفيجر وبقول له اوبشنز، ومن اوبشن بقدر اختار شكل التاريخ هيبقى عامل ازاي. يعني باجي هنا من جنرال بقول له تايم ديسبلاي فورمات، هل انا عايز اعرض التاريخ شورت ديت ولا لونج ديت، تلاقيه بيتغير معاك اوتوماتيك بالشكل دوت. الديسبلاي تايم اوف داي باين شكل من الاشكال، هل 24 ساعة ولا 12 ساعة ولا انترناشونال، ولا نستخدم يوز سيستم سيتنج نفس اعدادات الويندوز. اول يوم في الاسبوع هل هو الساندي ولا الساتردي ولا الفرايداي. ولو انا عايز ابدا اظبط بدايه المشروع، فبروح من الويندوز هلاقي بروجكت، اي من نافيجيتور هلاقي بروجكت، هلاقي بيقول لي هو اوتوماتيك بيعرف بدايه المشروع حسب اول مهمه ونهايه المشروع حسب اخر مهمه. ممكن ابدا المشروع بان انا اقول له مانوال، حدد البدايه وليكن مثلا قبلها مثلا بكام يوم زي ما انا عايز، او اوتوماتيك هو هيبدا يختار زي ما هو موجود في التاريخ العادي.